أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحن هنا في مخيم البريج في محيط مراكز إيواء تأوي عشرات آلاف النازحين هنا في مخيم البريج، جاءوا من مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة ومن المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى. يقوم مبادرون من مخيم البريج مغتربين خارج القطاع، كان لهم أو أرادوا أن يضعوا لهم بصمة في التخفيف من وطأة النزوح القاسية جدا، فقاموا بهذه المبادرة التي تتعلق بتوزيع المأكولات الشعبية عبر هذه التكيات المتواصلة التي يتم تنظيمها بشكل يومي. وكما تشاهدون هناك إقبال كبير جدا من قبل النازحين ومن قبل الأطفال على هذه المأكولات الشعبية. نتحدث مع صاحب هذه البسطة الشعبية والذي يقوم بدوره بتنظيم دور الأطفال وتوزيع الفلافل عليهم. يعطيك العافية. الله يعافيك ويرضى عليك أخوي. كيف الصحة؟ الحمد لله رب العالمين. إيش الوضع هنا؟ والله من الله منيح الحمد لله، إيش نسوي؟ نرتب الأمور للناس، إيش بنقدر نساعدهم بنساعدهم. طب ليش فلافل يعني؟ مختارين، وهي أكلة شعبية ومعروفة بتعشوا فيها الناس، أكلة شعبية وسهلة يعني، ماشي الحياة معهم، إيش يعني يسووا الناس؟ وضعها سيء على آخر الأمة. الناس بتقبل كثير على التكيات. كل حاجة، فيش أصلاً لا شغل ولا عمل، الناس لها سنة في حرب. سنة كاملة الناس في حرب. فيش لهم إلا ربنا بس والتكيات. لا شغل ولا عمل للناس. يعني بمعنى هذه التكيات هي المصدر الوحيد للأكل للناس. بس. اللي بقوله غير هيك مش سادة. بس الناس والأطفال ما لهمش مصدر إلا الرز والفول والفلافل، التكيات الموجودة المؤسسات، غير هيك ما لهمش. غير هيك ما لهمش ولا حاجة. شو بيعني يعني انت كونك من زمان كثير يعني بتشتغل في شغله الفلافل، شو بتعني الفلافل بالنسبه للناس؟ اكله شعبيه ومشهوره يعني يمكن من قبل ما نخلق انا، وهي اكله شعبيه ومعروفه، وحتى صارت في الدول الاوروبيه اكله شعبيه، مش بس في غزه وعند الفلسطينيين، حتى في الدول الخارج صارت اكله مشهوره وبدفعوا ثمنها شيء محترم، صار لاجانب كمان. موادها الخام متوفره؟ مش دائما، وكل ساعه بحال اسعارها، واسعارها كل وقت كل ساعه بحال. البزيلة مره بسبعه شيكل ومره بخمستاشر شيكل، الحمص مره بسته ومره بخمستاش، وتسهيل من الله. وش ربنا بيقدرنا احنا بنسوي. يعني هذه المبادره مشاهدينا الكرام تاتي ضمن عنوان صمود وعزه كما ترصد لكم الصورة. يجري الآن توزيع الفلافل على الأطفال. يجري الآن توزيع الفلافل مشاهدينا الكرام على الأطفال كما ترصد لكم الصورة. أخذت فلافل؟ إيش بتعملوا فيه هذا؟ إيه؟ ناكله. بتعشوا فيه؟ طب وبضل صامد يعني ببردش في الخيمة ولا إيش؟ ببرد. تاكلوه بارد؟ آه. أنت من وين نازح؟ إحنا؟ أنا براشتيكا. من جحر الديك؟ آه. كل يوم هنا بتيجي على التكية؟ آه. هنا كل يوم بوزعوا فلافل؟ لا مش كل يوم، كل جمعة. وكل يوم إيش بوزعوا؟ إيه بوزعوا شي. ايش بوزعوا؟ فلافل. كل يوم انت بتقفي هنا على التكية؟ كل يوم. يوم جمعة بس. والايام الباقية ايش بتاكلوا؟ فول. وزعوا فول عليكم؟ اه. طب ولو ما وزعوش ايش بتاكلوا؟ عادي اي حاجة. تدبروا حالكم يعني؟ يعني التكية هنا مشاهدينا الكرام هي مصدرا رئيسيا للأطفال. جدير بالذكر أن هذه التكيات في كل أسبوع تحمل أو تكون رحمة عن شهيد، تعلق صور الشهداء هنا، هذه صور شهداء مخيم البريج، الشهيد أنس أبو شمال الذي ارتقى في قصف إسرائيلي على مخيم البريج. يقومون بتوزيع
صور الشهداء. ليش واقف؟ ها؟ ليش واقف؟ مخ الفلافل. كل جمعة تاكل فلافل؟ اه. طب ليش فلافل بالذات يعني؟ هاي بعشى فيه، بعشى فيه، بعشى اخواتي. بعشى في اخواتك؟ اه. صحتين وعافية. يعني ليست هذه النقطة وحسب مشاهدينا الكرام، على امتداد الشارع هنا وفي محيط المراكز يقف الأطفال طوابير. هؤلاء الأطفال ظلمتهم ظروف الحياة، لم يكن من المفترض أنهم يقفوا في هذه الطوابير من أجل الحصول على الطعام، لكن هذا صنيع الحرب، وهذا ما أنتجته الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. نتحدث مع أحد المسؤولين عن هذه المبادرة هنا في مخيم البريج، الأستاذ هاني القرناوي. يعني في البداية، ما الذي جعلكم تركزون على المأكولات الشعبية مثل الفول والفلافل؟ أول في البداية نرحب بكم، نحن في مبادرين، عملنا هذه المبادرة بسبب الظروف السيئة لحالة الإيواء الموجودين، لا يوجد أي ثلاجات ولا أي مغلفات، فهذه هذه المأكولات الشعبية السريعة، سريعة الوجبات وسريعة للناس وللعمل، أفضل من المأكولات الثانية. نعم. طب يعني ما هدف هذه المبادرات؟ الهدف هو ظروف الناس السيئة، أوضاعهم صعبة جدا للغاية، وظروفهم معيشية لا يقدرون على شراء رغيف الخبز. فهذه المبادرات هي السبب لعمل المبادرة، هذه المبادرة. طب ليش بتستخدموا الحطب هنا؟ لأنه لا يوجد غاز، موجود عندنا الحطب ونتعامل مع الحطب، ما يوجد غاز عندنا. المهم تسلكات الناس، وانت عارف ظروف الناس سيئة، فبدهم أي شيء يتماشوا فيه مع الناس وأولادهم. في إقبال من الناس؟ إقبال عن الناس كثير جدا، لأنه فيش عندهم فلوس، فيش مصاري، فيش عندهم أي خدمات، فيش. الناس لهم سنة حرب هذه قائمة، لها سنة لا يوجد لا عندهم دخل، لا وزارة شؤون اجتماعية، ولا أموال ولا دخول، فيش عندهم إلا هذه المبادرات اللي بنعملها للناس ومساعدة الناس، من فلافل ما كلها شعبية، من فول، من حاجات سريعة للناس، لأنه لا يوجد لا ثلاجات، لا عندهم ثلاجات ولا عندهم أي حاجة يضيفوها، هاي الموجود ونتعامل معه، تعامل مع الموجود. إذا مشاهدينا الكرام، يتم التعامل هنا وفق ما هو متوفر. بسطات الفلافل هنا تزداد، يزداد الأطفال هنا في هذا الشارع كما ترصد لكم الصورة. الله يعطيك الصحة يا حاج. الله يخليك. ايش بتستنى هنا؟ والله قاعد بستنى، بدنا ناخذ فلافل للولاد يتعشوا. انتوا شايفين الوضع كيف، لا في دعم من الوكاله ولا في شيء ولا حاجه بتخش علينا، والحمد لله اعلم والله ايش نسوي. انتوا قبل الحرب كنتوا تشتغلوا؟ ما كنتوا تشتغلوا في طوابير زي هيك؟ لا ما كناش نقف والله، ما يقوزوا علينا من المدارس، يعني يعطونا الكميه والوجبه كامله وكل شيء يعطونا. اليوم في شيء قبل الحرب. الان انت اولادك وقف في الطابور هنا، حجز دور. هي واقفين بالطابور، حجز دور. حجز دور، ايش نسوي؟ عشان ياخذ بسرعه. معين الله. معين الله، ربنا يخلص هالغم على خير ان شاء الله. يعني يستمر العمل مشاهدينا الكرام على قدم وساق هنا، ويستمر الأطفال بالتوافد في هذه المنطقة كما ترصد لكم الصورة. هذه صور الشهداء التي لا زالت تعلو الأماكن هنا، وتوافد الأطفال لا زال يزداد حقيقة كما ترصد لكم الصورة، والعمل هنا يجري على قدم وساق. يعطيك العافية. ما دخل الله يعافيك. إيش بتعمل؟ والله منقل فلافل، نظام تكيات لهلا. شعب الغلبان الله يعينه وأعان الله، شعبنا الفلسطيني الصابر، والحمد لله جميع ناموا. يعني السيرج لسه ما سخنش. يعني تجري الظروف هنا مشاهدينا الكرام على قدم وساق. هنا المخيمات تحتوي على أكثر من 30,000 نازح في هاتين المدرستين في المناطق الشرقية لمخيم البريج. طبعا بطبيعة الحال تزداد المعاناة هنا، ويزداد معها المبادرات الشبابية. مخيم البريج يعني نظم فيه الكثير من المبادرات، ولا زال، حيث أنه يحتوي على عشرات آلاف النازحين الذين يتوافدون من مناطق مختلفة في قطاع غزة. تباعا وإياكم مشاهدينا الكرام، سنواصل نقل المبادرات التي ينظمها شبان مخيم البريج وفي المحافظة الوسطى عموما، لتسهيل أو لتخفيف وطأة الظروف الصعبة جدا على النازحين هنا في المحافظة الوسطى. للجزيرة مباشر من محيط مدارس أبو حلو للنازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، أشرف السراج.